علاء عبد الفتاح او علاء احمد سيف الاسلام عبد الفتاح حمد، مناضل يساري، ناشط حقوقي، ابن ناشط وابن ناشطة ايضا. ارتبط اسمه بمجزرة مزبيرة في 9 اكتوبر، تم استدعائه ضمن 12 ناشط ووجهت اليهم عدة اتهامات ثم تم اعتقاله. يحاكم امام القضاء العسكري الان. هو اصلا بيشتغل بروجرامر، وللاسف بنواجه ضمن موجة المحاكمات العسكرية موجة ايضا لتفريغ الوطن من العقول، لان علاء حد مشهور جدا جدا ببرمجة البرامج الكمبيوتر الى اللغة العربية عشان تستفيد منها بلده. هو ابن الناشط احمد سيف الاسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون، والدكتورة ليلى سويف عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، التي هي الآن مضربة عن الطعام احتجاجاً على احتجاز ابنها، وتقدمت ببرقية للنائب العام تعلمه فيها بإضرابها عن الطعام لحين الإفراج عن ابنها علاء. علاء في انتظار استقبال مولوده في نهاية هذا الشهر، مولوده الأول، من الناشطة منال حسن، للتعرف على أهم تفاصيل الموضوع والواقعة اللي كتب عنها علاء بنفسه في جريدة الشروق مقاله الشهير الرائع: مع الشهداء ذلك أفضل جدا، حينما حس أهالي الشهداء مزبيره على الموافقة على تشريح جثث أبنائهم للوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجناة بالتقرير الطبي الشرعي المفروض أنه يصدر به الحقيقة كاملة. كل هذا نتعرف عليه من خلال الحوار مع أستاذ أحمد سيف الإسلام حمد والد علاء. أستاذ أحمد، طبعاً أولاً بنقول لك إن شاء الله علاء يتم الإفراج عنه، وإنت راجل ناشط سياسي معروف، وإحنا محتاجين نتعرف على التهم الموجهة لعلاء وتفاصيل وملابسات الواقع، إزاي تم القبض عليه أو احتجازه. طيب خليني في التفاصيل. جاء جواب استدعاء من النيابة العسكرية لعلاء على عنوان بيته، لذلك كان هو مسافر بره، كان التحقيق يوم الثلاث، فأنا رحت يوم الثلاث عشان أعتذر عن التحقيق إن علاء مش موجود في داخل الجمهورية، وأول ما يرجع من الخارج سوف يمثل أمام المحقق، واتفقت مع المحقق إن اليوم ده يبقى يوم الحد اللي فعلا علاء رجع من أمريكا عن طريق الدوحة يوم السبت الساعة 5 عصرا، كان في مطار القاهرة، ثاني يوم كان في النيابة العسكرية الساعة 10 صباحا. كان مستدعى معه في نفس جلسة التحقيق بهاء صابر، فطلبت أجل الاثنين يحضروا في نفس الجلسة، فحضرنا في التحقيق يوم الأحد. في التحقيق كان في 2 محققين شغالين، واحد بيحقق مع بهاء وواحد بيحقق مع علاء. أنا حضرت التحقيق مع علاء ومعايا جزء من زملاء المحامين وجزء اخر حضر تحقيق مع بهاء. التهم بالنسبه لبهاء كانت قاصره على التحريض بالقول على التظاهر. بالنسبه لعلاء كان التحريض على التظاهر من شان تكدير السلم العام والمشاركه في اعتصام من شان تكدير السلم العام والتعدي على قوات الجيش اثناء تاديه وظيفتهم وتخريب ادوات وممتلكات للجيش وسرقة سلاح من الجيش. طلبنا في البداية اطلاع على مذكرة التحريات المستندة إلى النيابة العسكرية في التحقيق، فبعد رفض صغير تمكنا من الاطلاع على المذكرة. المذكرة في 3 صفحات محررة يوم 17/10 بمعرفة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بناء على طلب النيابة العسكرية. المذكرة أقدر أقول إنها منقسمة إلى 4 أجزاء، جزء أول بيقول كيف ابتدت الأحداث في أسوان، ثم المظاهرة التي سبقت مظاهرة مزبيرو، ثم التحضير لمظاهرة مزبيرو ومزبيرو نفسها، وبتتهم 7 أو 6 تجمعات بدءا من اتحاد شباب مزبيرو وستة إبريل وأحد قنوات القبطية اللي هي إيه؟ كان اسمها إيه القناة؟ طريق
خليني بس ايه يعني، لا انا مش فاكر اسم القناه بتاعته بامان كويس. ده مجموعه وبعدين في 12 اسم كاشخاص متهمين بالتحضير للمظاهره، والتهم اللي قلتها دي كلها يعني تنسحب على ال 12. بادي الكشف بالشهيد مينا دانيال وينتهي برقم واحد مقصود قصاد منه المتوفي، ينتهي الكشف بعلاء احمد سيف الاسلام. التهم اللي بتقالها في الوسط بتقال التحريض وسلاح واتلاف وتعدي على القوات دون تحديد دور كل واحد من المتهمين دول مين عمل ايه. في اثنين من رجال الكنيسه من ضمن ال 12، بينتهي المذكره اللي هم مين رجال الكنيسه اللي من ضمن ال 12؟ ابونا فلوباتير وابونا ماتياس. التهم برضو ضمن التهم اللي ضمن التهم مش متفرج دول. هل حضروا حضرتك حضرت التحقيق معاهم؟ لا انا ما حضرتش التحقيق معاهم، بس انا الاب والكثير حضر ورفض الاجابه على الاسئله. رفض الاجابه على الاسئله؟ وبهاء رفض الاجابه على الاسئله والاثنين اخلصوا. الاب والبتير اتحقق معاه قبل علاء بيوم او يومين يعني. والثلاثه اخلص بينهم بهاء وابونا فلوباتير وابونا ماتياس. او اظن كان في حد انا متاكد انه جاب استدعاء ما اعرفش حضر ولا لا، كان استاذ ادرام لويس من اسيوط ما اعرفش حضر ولا لا التحقيق. في التحقيق علاء رفض الاجابه على اسئله القضاء العسكري. انا اسف، مذكره التحريرات تؤشرها اشاره الى اثنين شريط سي دي باعتبارهم جزء من ادله الاتهام. السيديات دي اللي هي جايه من على اليوتيوب للواقعه؟ احنا ما اتفرجناش عليها ولا شفناها. لا هل من حقكم ان انتم ما تشوفوها؟ من حقنا نطلع عليها. من حقكم الاطلاع. هم رفضوا؟ لا لا هم ما رفضوش، احنا رفضنا ان احنا نطلع عليها. ليه؟ ما هقول دلوقتي في التطورات اللي في اثناء التحقيق علاء رفض الاجابه على الاسئله واستند رفضه الى سببين. السبب الاولاني ان في حاجه في القانون المصري اسمه حق المتهم في الصمت، والا يؤول صمته لدليل ضده. والحاجه الثانيه ان في اطراف في القوات المسلحه شركاء فيما حدث في مزبيرو، ومن ثم تفقد النيابه العسكريه والقضاء العسكري الحيده المتوقعه لانه هيبقى خصم وحكم. لما جاء السؤال ما قولك فيما جاء في اقوال الصحفية حنان معرفش ايه حنان خواسك ف هو ايه اللي جه اصلا في اقوال حنان خواسك يعني حنان ما كملش السؤال الراجل ما كملش الراجل السؤال كويس. فاحنا علاء قال طبعا عايز اطلع التحقيق معاه وانا قلت نفس الحكايه. فالمحقق ابتدى يدور على التحقيق مع حنان فما لقوش في الملف ده. ليه عده احتمالات. احتمال اول ان يبقى في تحقيق تم معها فعلا واتخذ اقوالها في النيابه العسكريه لكن كان موجود مع محقق اخر. واحتمال تاني ان لسه لم يتم التحقيق معها يوم ما حقق معنا ومستند للعبارات الوارده في المقاله بتاعتها اللي نشرت في الوقت. ايه المقاله اللي نشرت في الوقت قالت فيها ايه حضرتك؟ قالت فيها ان هي راجعه من طبيب اسنان على كوبري 6 اكتوبر، شافت مجموعه شباب بيهاجموا عربيه عسكريه على الكوبري وكسروا الباب وخدوا سلاح، وان واحد فيهم هي عارفه شكله نشرته في برنامج تلفزيوني هو علاء. ونقطة حتى مش قايله الاسم كاملة. فاحنا ازاء هذا قلنا ان احنا ما يعني ما عايزين نطلع على كامل التحقيق بما ان في حاجات في التحقيق ما طلعناش عليها. فقال طيب في شرايط ضدكم ضد علاء، فقلنا يبقى هنتفرج عليها مع الاطلاع الكامل للتحقيق، مش عايزين نجزأ الاطلاع. خلص صحيح مع علاء، هل لديك اقوال اخرى؟ لا. وقع ابتدينا احنا كمحامين ندلي بدفور. احنا قلنا اولا بدايه ان احنا بنقدم ثلاث شرايط فيديو وصادف شرايط مقدمينها. الشريط الاولاني بنتهم فيه قاده الثلاث مدرعات التي دهست البشر، فادي شريط بيثبت هذه الواقعه. الواقعه الثانيه استخدام الجيش لمجموعات من المدنيين للهجوم على المتظاهرين، فادي الواقعه ديت. الواقعه الثالثه التحريض بالتلفزيون المصري على تعدي المواطنين المصريين على مظاهرة مواطنين مصريين آخرين سلميين، وآلي جزء من سجلناه للأخبار. وطلبنا التحفظ على شرائط التلفزيون المصري في الأخبار يوم 9 و10 لإثبات وقائع التحريض، القائم بالتحريض، المسؤول عن التحريض. طب اسمحلي، هي الشرائط اللي حضرتك قدمتوها دي تثبت الواقعة وتصب في صالح المتهمين ال 30 اللي تم القبض عليهم او ال 12 اللي تم استدعائهم، لكن ازاي بتصب في صالح علاء؟
اقول لحضرتك اللي احنا اتهمنا مين؟ اتهمنا ان المسؤول عن ده من جوه الجيش نمره واحد قائد المنطقه العسكريه المركزيه. اللي هو مين؟ اللي هو ايا كان اسمه بدين رويني كويس ايا كان اسمه. احنا بتهمنا شخص بمنصبه هي بمنصبه مش بشخصه مش بشخصه. بتاع الشرطه العسكريه قائد الشرطه العسكريه بنتهم المجلس العسكري كله ان هو تستر باعلان حظر التجول من اجل اخفاء ادله ارتكاب الجيش المصري جرائم. في كارثه حصلت لما اتعمل حظر التجول اول حاجه عملوها اللي هو اعلنوا ان هو حظر التجول من 2 ل 7 في منطقه من ماسبيرو للعباسيه فجم كانسين ومسحين كل الادله دي. ده اسمه اعاقه الاعلان. وهم قاصدين لانه كان الفوارغ الرصاص هتثبت مصدرها فين. تمام كويس. فهم كانوا عايزين يعني يطيحوا بهذه الادله. مفيش اي حته تحقيق محايده تحط ايديها على هذه الادله. ده مفيد على من زاويتين. الزاويه الاولانيه ان اذا كان يجوز الاستناد الى شريط فيديو كدليل فمفروض اعامل شريط الفيديو على نفس المستوى. يعني ما ينفعش اقول الشريط ضد علاء يصلح دليل والشريط ضد الجيش لم يصلح دليل. تمام. يعني فاهم قصدي؟ طيب حضرتك كده خرجته من الصوره لانه كده ما بقاش محايد. هو خصم ازاي يبقى خصم محايد؟ بالظبط كده. تمام. فلو تعامل مع الشرايط بالنسبه انها دليل كافي وتجاهل الشرايط الثانيه فده فقط حياده. لو تعامل مع الاثنين ان هم ما ينفعوش مصدر اتهام. بتاع الجيش ما فيش مصدر ثاني بقيت بتاع لا ما ينفعش مصدر اتهام. فانت هنا بتحطيه في ورطه اجرائيه. ده نمره واحد. ومسمى يفيد علاء ويفيد غير علاء. نمرة اثنين، مين اللي هيسد على الأحكام لما تطلع المحكمة العسكرية؟ احنا تبع نيابة شرق في القاهرة العسكرية الخاضعة لمين؟ لمدير المنطقة المركزية العسكرية. اللي بيصدع على الأحكام اللي فوق القضاء والنيابة العسكرية هو نفسه قائد المنطقة اللي احنا متهمينه. فالخصم أصبح حكما. يعني حكم القضاء العسكري في نيابة شرق في محكمة الشرق العسكرية لا قيمة له إلا بتوقيع قائد المنطقة المركزية العسكرية. يستطيع قائد المنطقة العسكرية أن يلغي الحكم، أن يأمر بعد محاكمة أمام دائرة ثانية. وهو الخصم. وهو الخصم. فده يفيد علاء ويفيد داخل المتهمين، لأن حتى افترضي إن هم نتيجة الحملة استبعدوا علاء من الاتهام. ظل ما دوناه في المحضر مفيدا لباقي المتهمين. المتهمين طبعا. طب حضرتك هو انا سمعت ان تم تقديم استئناف للافراج عنه وتم رفضه. ليه علاء اللي تحفظوا عليه تحديدا واعتقلوه ومشي من سجن الاستئناف لسجن ترى رغم ان في بهاء وفي الاباء الكهنه وفي بقيه ال 12 ما تمش اعتقالهم، تفتكر ليه؟ انا تفسيري بسيط قوي ده. يعني بس ده تفسير مش معلومات. انا تفسيري ان هم ارتبكوا. يعني هو بدايه كانوا تصورهم ان الوضع هيبقى لطيف لكل الاطراف، انه يستدعى علاء وهو بره فما يرجعش فيبقى في غنى عن كل هذه الحمله. ما تخيلوش انه هيرجع بجد. هيجي طب جه بجد. ما تخيلوش انه مش بس هيرفض وهيتهم قيادات بالاسم في المحضر. هو اتهم مين؟ اتهم قائد المنطقه المركزيه ورئيس الشرطه العسكريه ووزير الاعلام واعضاء المجلس العسكري. كويس. فده كله عمل ربكة. وربكة طلعت العنجهية العسكرية. كيف يجرؤوا على اتهام اسيادهم جوه مبنى النيابة العسكرية؟ فكان رد فعل انفعالي. تقدير يعني حبس علاء كان رد فعل انفعالي متسرع ما حدش فكر فيه قبل ما ياخده فورط الجميع. ده يخلينا نتفائل المرحلة اللي جاية نقدر نقول ان ممكن ده يهدى بعد كده وممكن يتم الافراج عنه. ممكن يهدى بس العند العسكري يعني هيخليها تطول شويه. طب حضرتك ايه وجه الشبه بين سجن علاء في 2006 لما خدوا امن الدوله واتحبس 45 يوم في 2006 وبين 2011 السجن ده والسجن ده؟ تفتكر في اختلاف؟ لا مفيش اختلاف. يعني هو علاء اصلا لما اترافع عن نفسه في المحكمه العسكريه في استئناف قرار حبسه قال انا يعني ارجو ان المحكمه تتنبه للمطب اللي هي ممكن تتزق فيه. ان الحبس الاحتياطي في 2006 استخدم اداه للتنكيل بالخصوم ملوش اي علاقه باثبات اي جرائم
ونفس التهم اللي كانت متوجهه له في 2006 كان متوجه له تهمه ايه؟ كان ضرب التظاهر والتحريض على التظاهر ومشان تجرير السلم العام وتعطيل المرور وبث دعايات مثيره، نفس التهم المعتاده. وانه استخدم ضده 45 يوم الحبس الاحتياطي في 2006، وطلع في الاخر حتى القضيه نفسها ما راحتش المحكمه اصلا، يعني وكان كلام بيتقال فيه ادله قويه ومش ادله قويه واتاخد من المظاهره وكلام من نوع. وانه لا تستخدم المحكمه العسكريه الان في الحبس الاحتياطي للتنكيل بالخصوم لان في خلافات ما بين في طريقه اداره البلد مع المجلس العسكري وباقي قوى الثوره، وان في ثوره حصلت فما ينفعش استخدام نفس التهم بنفس الادوات. طب حضرتك ناشط بصفتك ناشط، هل تجد في هذا مؤشر بمرحله اللي بتمر بيها مصر مؤشر سيء للمرحله القادمه؟ يعني احنا كده غيرنا ايه التغيير اللي تم؟ استبدلنا امن الدوله بالقضاء العسكري. اقول لحضرتك يعني الذي يحدث الان في مصر جزئيه صغيره منه، تفصيله صغيره منه هو علاء. يعني لكن مبكرا قصه ان انت بتوسعي نطاق تطبيق قانون الطوارئ أكثر من المخلوع، سواء من حيث الأساليب أو الإجراءات يعني، أو من حيث الجرائم المطبقة عليه. إن أنت تلاحقي قنوات فضائية سواء جزيرة مباشر مصر، أو تدخلي توقفي بس على الهواء، أو تعملي رقيب عسكري في الصحف، يعني في، أو تطلعي مرسوم بمعنى الإضراب في أماكن العمل. فإحنا بقالنا 3-4 شهور ماشيين في توجه يدينا رسالة بتقول انه هناك اعضاء في المجلس العسكري، اللي هناك المجلس العسكري باجمعه ضاق صدره من حرية التعبير اللي وصل لها الشعب المصري، وعايز يرجعنا في القفص تاني. فجاي علاء في تفصيلة من ضمن التفصيلات التي تدعم هذا. لو علاء لوحده مفيش باقي الحاجات كنا ممكن نقول ايه دي خطأ حسابات. طيب اللواء عادل مرسي رئيس القضاء العسكري صرح ان علاء استدعي بصفته متهم جنائي مش بصفته ناشط، وان هم قضاء عسكري مستقل لا يخضعوا لاي ضغوط غير ضمائرهم. راي حضرتك في الكلام ده؟ انا ابص يعني ده تصريحه، على فكره انا جايبه التصريح ده لم اجده الا على موقع اسمه حراس العقيده، موقع اسلامي. بص حضرتك يعني احنا عندنا في فقه القانون حاجه اسمها الاتهام المتسرع. الاتهام المتسرع. المتسرع. انا كجهه تحقيق بغض النظر انا محايد ولا مش، لما يجي حد ويقول لي والله ده فلان ارتكب الفعل الفلاني ببلغ لك انا. المفروض كجهه تحقيق قبل ما اجيب المتهم اقول انت متهم بكذا، اتاكد انه متهم. فانا دلوقتي تعالى ناخد مقاله حنان كمثال. هذا محقق، محقق ازاي؟ حنان بتقول والله انا شفت مجموعه شباب بيعملوا كيت 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 وبياخدوا سلاح. عظيم؟ ولفوه في الباب. كويس؟ وانا كنت راجعه من عند طبيب الاسنان. واتصل بيها حد في التليفون وقال لي كذا. طب انا عندي عده روايات هي قالتها عليا انا كمحقق بدايه اتحقق منها قبل ما اوصل للمتهم. اول روايه، هل انا عندي بلاغات بفقد اسلحه من عربيه بالجمله في هذا اليوم في هذا التوقيت في هذا المكان ولا لا؟ لو ما عنديش ما اعلمش اصلا ان اي حد فقد اسلحه. وبعدين ده ينقلنا لسؤال ثاني، حضرتك شايف ان البندي او الضابط او المجموعه من الجيش اللي تفقد سلاحها، هل هذه المجموعه يعني هل بسهوله كده ممكن يفقد حد من الجيش سلاحه ويبقى ده امر طبيعي ومعتاد وعادي اي حد ياخده منه؟ ما هو هذا عادي؟ لو انا حققت ممكن الاقي الواقع اصلا ما حصلتش او حصلت. ماشي؟ يترتب عليها سؤال ثاني. طيب هل السلاح ده البني ادمين اللي فقدوا سلاحها كان مسؤوليه كل قطعه مسؤوليه شخص بعينه؟ طب الشخص بعينه ده عمل محضر. طب هل وصف المكان والزمان والاشخاص اللي خدوا سلاحه ولا لا؟ هل في محاضر؟ هل في محاضر ولا لا؟ حضرتك طلعت في محاضر؟ لا معرفش. كويس؟ محدش اداك يوم انا مستني ده واجه اتهام من غير ما اعمل الهوم ورك بتاعي ده، يبقى انا بغلب طبيعه الاتهام على طبيعه التحقيق. احنا عندنا مشكله في مصر في القضاء العسكري والقضاء العادي، في النيابه العسكريه والنيابه العاديه، ان المحقق في النيابتين بيجمع مهمتين متعارضتين، توجيه اتهام والتحقيق في الاتهام اللي هو بيوجهه هو شخصيا، يعني فاهم قصدي؟ ففي تعارض ما بين الاثنين. هل انا ببحث على ما يسند الاتهام؟ صوت الاتهام دي شغلتها. ولا ببحث ما يصلني الى الحقيقه؟ ده هيبقى المحقق. فاحنا بنواجه احوال كثيره، وبالذات لما تبقى بتخبط في السلطه الحاكمه سواء في عصر مبارك او عصر المشير، ان سلطه
النيابة العسكرية أو حتى النيابة العادية بيغلب عليها الطابع الاتهام عن الطابع التحقيقي، ومن ثم تتسرع في توجيه التهم. حضرتك شايف ان ممكن يكون ده بيتم على اعتبار مسألة يعني مبدأ كبش الفداء، يعني اضرب المربوط يخاف السايب عشان الناس تخاف وتهدى، املا في ان الناس تسكت شوية؟ هي حاجة أكبر من كده شوية، اللي هي اللي هي إنه الجيش أدرك إن هو مسؤول عن مجزرة، فهو بيبحث عن أحد يحمل وزر قيادات الجيش المجزرة، ومش هيبقى مقنع إنه يجيب اتنين تلاتة مواطنين عاديين هم دول شعار البلد. فضل يبقى في توليفه كده ما بين النشطاء ورجال الدين المسيحي و هم يعني هم اصلا اعتمدوا على ثلاث افراد مش ثلاث افراد يعني ثلاث حاجات، قالوا الايه؟ الايدي الخفيه ايوه والعناصر الخارجيه والفلول. وانا لغايه دلوقتي مش عارفه العناصر الخفيه والايدي الخارجيه دول تنظيم جديد احنا ما نعرفوش. المجهولين دول لغايه دلوقتي لم يعلن عن اسم واحد. المجهولين هم نفس المجهولين ونفس الايدي الخفيه في العباسيه، هي الفلول اللي تصنع، ما حدش تقبض عليه في العباسية زي في التحرير زي في 9 ابريل زي في الفض الاعتصام زي بالظبط في 9 اكتوبر. يعني طب مين دول؟ ومن هنا اهمية بقى تقرير مجلس القومي للحقوق الانسان، لانه بيقول ان في الاماكن دي في الوقائع دي دايما كان في طرف بالزي المدني جنب الجيش والشرطة. ايوه وده بقى خطير، انا شفته شخصيا في العباسية. وده خطير ان يطلع تقرير من مؤسسة حكومية يقول ده، عشان كده أهمية التقرير. التقرير ممكن يبقى فيه انتقادات كثيرة بس في التفاصيل. بس رأيك إيه في التقرير؟ ده مهم بالنسبة لنا. التقرير رأيي إنه هيبقى تاريخي زي وزي تقرير لجنة عطيف 72. مع يعني ما زال تقرير عطيف 72 حتى الآن عن ما يسمى الفتنة الطائفية صالحاً لأنه يحل جزء كبير من المشاكل اللي بيتعرض لها إخواننا الأحمر. كويس؟ احنا اهدرنا 40 سنه دون ان نستفيد بهذا التاريخ، والتاريخ طالع من فين؟ طالع من مجلس الشعب، يعني مش طالع مثلا من الكنيسه مطلعاه ولا حتى ما كانش في نظام حقوقيه في هذا الوقت، طالع من التقرير اصلا. طب الانتقادات اللي على تقرير تقصي حقائق اللي عمله المجلس القومي انتقادات لا تخل بالجوهر. الجوهر على التقرير كالاتي: نمره واحد الذي بدا بالتعدي الجيش. اللي بدا بالتعدي هو الجيش. نمره اثنين ان في روايات كثيره عن في رصاص في شنكه، بس عندنا اثنين مصابين تم اخراج رصاصتين منهم، وان الرصاصين لو في جهه تحقيق محايده هتعرف تصل مين في مصدر الرصاص. التوصيات، اول توصيه بيقول ايه؟ ده الكلام اللي حضرتك قلته ده جاي في التقرير ولا ده اللي ما جاش في التقرير؟ لا ده اللي جاي في التقرير. ده اللي جاي في التقرير. اقرا التقرير كاملا، ما تقولش تقرير صحفي. طب حضرتك الانتقاد اللي على التقرير؟ الانتقاد على التقرير انه مثلا اغفل واقعتين مهمتين. الواقعه الاولى هي ملاحقه المواقع الاعلاميه اثناء الحدث، كويس، لان طبعا ممكن يبقى ما فيش حد جه شاهد لهم بده، لكن لو انا تاملتها شويه كده ان لما يبقى عندي قناتين فضائيتين على الاقل واثنين صحف كبيره مستقله تم في توقيت واحد مجموعات من الشرطه العسكريه تتوجه اليها لمصادره الافلام والحاجات الخاصه بالناس دي واللي بيحصل دلوقتي حالا، فده معناها ينفي قصة إن الجيش فوجئ بإطلاق نار عليه فارتبك. لا هو اللي ارتبك يعني واحد ارتبك، طب اثنين ارتبكوا ثلاثة ارتبكوا كل دول. فده يبان إن أنا عندي خطة هعمل إيه. يعني ده ينقلنا من حضرتك رأيك الشخصي في مجزرة ماسبيرو. طرفا نافذا في من يدير البلد الآن كان يريد مبررا حربا أهلية في الشوارع لإيقاف الانتخابات ويستمر المجزرة. يعني ده استنتاجك اللي هو موجه لمين؟ الطرف النافذ ده اللي هو المجلس العسكري. المجلس العسكري. لحد المجلس العسكري نافذ، لان انا لا يمكن ان اتخيل ان يبقى عندي فرق جاهزه لمنع نقل الحدث وانهم اتفاجئوا. بالظبط، خاصة ان هم عارفين ان الناس طالعة من دوران شبرا قبلها باربع خمس ساعات، فكان ممكن جدا ان هم لا وكان ممكن جدا ان هم يمنعوهم لو هم زي ما اتقال ان معاهم سلاح و كان ممكن يمنعوهم في اول شبرا في النفق، ممكن يمنعوهم في عبد المنعم رياض منطقة كارل فرد، لكن لما اتحجزوا في منطقة ماسبيرو النيل قدامهم ومبنى ماسبيرو خلفهم، هذه منطقة ليست منطقة كارل وفر، يعني منطقة مصيدة واي طرف فيها هيضربها تبقى ماساه. واللي بالنسبه لي اللي خليني يعني اثق اكثر في صحه تخميني، اول حاجه عملوها حظر التجول، اخفاء الادله. اللي بيخفي الادله ده هو البني ادم اللي عارفه على مطعم يعني. بالظبط، اللي طبعا. وكل ده في المقابل طبعا علاء لما قلت له بسرق السلاح
قبلها باسبوعين التهاب عنده من يوم 17 10 كويس. طب ليه ما راحش فتش البيت على تمام عشان تمسك السلاح لما اخسر يعني طب ليه ما فتش البيت اهله صح يعني ليه سافر وسبته سافر سافر امريكا بعد ما عمل المصيبه بقى سافر امريكا هل خد بقى سلاح معاه في امريكا وهرب في امريكا مثلا طب كنت مسكوه في الطياره يعني فاهم قصدي يعني كلها تقول لك دلائل على ان الاتهام متسرب هم نفسهم ما بيتعاملوش مع التصريح التصريح اللي قاله علاء وهو في السجن ان في سمت صفقه تم عرضها عليه بان هو يخرج وبس ما يشتمش المشير بالظبط ده التعبير اللي استخدمه وان حد من الناس اللي كان لهم دور في الثوره هو اللي عمل العرض اولا هل حضرتك تعرف مين الشخص اللي عرض عليه؟ انا اعرف ومتابع كل المعارض عليا من الصفقات لا 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 استطيع ان اقول هذا احتراما لكن هل هو من الجيش او يعني من المجلس العسكري؟ لا في وسطاء مع المجلس العسكري في وسطاء وسطاء يعني النقل ده هم الوسطاء مش طب بعض الناس بتقول يعني ايه يعني يخرج وما يشتمش في المشير طب ما في ناس كل الناس بتنتقد ويعني وفي ناس كتير بتشتم وده يعني هم ما بيمسكوش كل الناس ففي ناس بتقول ان علاء بيدعي ده وده ما حصلش ايه رايك؟ والله يقولوا يعني هذا جائز فاهم قصدي؟ الا اذا كان البني ادمين الوسطاء خدوا قرار انهم يتكلموا يعني اصلا تثبيتي ده او تنفيذي جاي منين؟ ان الوسطاء يرفعوا الحظر على انفسهم لا هو الناس بتتصور ان الصفقه ابعد من كده مش يعني ان يخرج بس ما تشتمش ده مش منطق يعني الصفقه اكبر من كده يعني هو مقابل حاجه ثانيه هو ما بص نبضنا فيه من سكك مختلفه يوم حتى جلسه التظلم نفسها انا شخصيا بص نبضي هل انت عندك استعداد تسحبوا الاتهامات ولا لا؟ يبقى كده الموضوع يبقى كده كده وضحت يعني اسحبوا الاتهامات كده الامور صفقه واضحه يبقى احنا كان عندنا حق اسحبوا الاتهامات بس احقاقا ضد فلان ضد فلان وفلان وفلان بصفاتهم مقابل ان احنا نطلق صراحه على بس احقاقا حقيقه ان الاتصال ده من حد يعني ما هواش من مجلس عسكري يعني طرف وسيط طرف وسيط فما ما تفهميش بقى هل ده تخمينه انه لو راح طلب يبقى ضروري يقدم لهم حاجه ولا ده طلب منهم فما قصدي ما اقدرش اقول لك بامانه لكن هو راجل جه السنه هل انتوا مستعدين كذا؟ قلت له لا مش مستعدين فقال لي خلاص مش شاكرين يبقى انا بره الموضوع عمرو موسى اعلن ان هو بيطالب بالافراج عن مايكل نبيل سند وعن علاء عبد الفتاح هل حضرتك شايف موقفه ده متاجره بالموضوع او بالقضيه لان هو في مرحله انتخابات عايز يكسب اصوات الناس دي عايز يكسب الناس دي في صفه بص ولا ده موقف بص حضرتك انا كبني ادم في محنه سواء علاء او مايكل او اهليهم انا مش هبقى قاعد احسب حسبة مين عاد بيقول التصريح الفلاني عشان شو او علشان كويس انا محتاج اوسع جبهه التضامن مع الحدث مهما اختلفت النوايا مهما اختلفت النوايا بقى قصه النوايا دي حفظات ربنا فاهم قصدي؟ لكن انا كمايكل او انا علاء في الاخر يوم مؤيد سين او صوت انتخابات الرئاسه قد يكون موقفهم من هذا احد العوامل وخلى يكون يعني فاهم قصدي؟ يعني هنا انت هنا يعني ده مؤشر كويس مش وحش ان في عدد كبير من المتحفظين عاداتهم في التصريحات يقول تصريحات لصالح مايكل او صالح علاء فده مكسب للحمله مش خساره للحمله. والده علاء اضربت عن الطعام وارسلت بقيه للنائب العام، هل انتم شايفين هذا الاضراب هذا النوع من الاحتجاج بهذا الشكل هل مجدي؟ هل ممكن يجيب نتيجه ولا؟ احنا متاكدين هيجيب نتيجه. الاضراب عن الطعام. كل اشكال التضامن اللي بتتم. كويس؟ يعني وما تقدريش تحددي انهي شكل فيهم اللي كان ليه التاثير الاقوى او النهائي، فاهم قصدي؟ فانت محتاجه ان الحمله تستمر في قوة الدفع الثابتة. فهنا الإضراب يجي في هذا السياق. يعني مثلا أول نتيجة مثلا ترتبط على الإضراب النهاردة إيه الاتصال قبل ما تيجوا على طول اتصال مجموعة من السيدات من جهات مختلفة فكرية يعني عايزين ننضم الإضراب مع العيلة يفكروا طب نضرب فين؟ فما قصدي ما ينفعش نضرب في بيتكم. فابتدى مثلا تنطرح فكرة هل نعمل اعتصام خيمة في ميدان تحرير المجرمات ولا لأ؟ هل نشوف نقابة من النقابات تستضيفنا في الإضراب ولا لا؟ يعني وده انت يعني الإضراب لسه امبارح يعني فبالتالي يبقى فيه كام عدد اللي عايزين يضربوا معاكم؟ اللي اتصلوا بينا حتى الآن في واحد بس اللي قرر يضرب فعلا في بيته أظن هو طبيب اسمه إسلام لكن اتصلوا بينا علشان يقولوا لنا كده مش أقل من 15 سيدة وشاب
احنا صحناهم انهم يستنوا 3 ايام. حضرتك احنا كل من اللحظه الاولى بنتكلم بصفتك احمد سيف الاسلام الناشط والمحامي وبتتكلم بالشكل القانوني. انا عايز اسالك السؤال الاخير، احمد سيف الاسلام الاب، حاله علاء ابنه النفسيه الان وهو في السجن، وكان كاتب جزء في مقاله برضو او جزء في تدوينه كتبه وهو السجن، بيقول ان هو طلب ما قدرش يصمد وخذل البعض في شجاعته، ما قدرش يصمد قدام الصراصير وهي بتمشي عليه والابواب اللي غايبه على الحمامات، ونفسه يدخل الحمام ويقول نفسي اروح الحمام ومزنوق مزنوق مزنوق ومش قادر، فطلب ان هو يتنقل لسجن ترى. وكل وسط كل ده حاله علاء النفسيه الان، حاله علاء بشكل عام كويسه جدا، لكنها لا شك انها بتتذبذب حسب الظروف. يعني غالبا كل ما يقرب ميعاد ان مراته تولد هيبقى طبعا مكتئب ونفسه يطبطب على مراته ونفسه يستقبل اول ابن ليه في حضنه، يعني 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 لا شك في ذلك، وهيبقى نفس المشاعر عند مراته. يعني من جانب تاني قصه انه كل ما تنشر له تدوينه او حاجه فيبتدي يبقى في السجن بيعمل تفتيش في الزنزانه والناس المحطوطين، هو بيتم النشر عن طريق الناس ولا لما بتروحوا زيارات بيديكم حاجه؟ بيتم بطرق مختلفه كويس، فطبعا ده بيعمل قلق للسجن وبينعكس ومتسمع عليه يعني يعني فانت طول الوقت انا كأب طول الوقت قلقان. هو طب لما زرتوه الزيارات اولا عاديه تقدر تزوره في اي وقت؟ يعني يعني بنزوره طبقا للتعليمات للمصلحه، هي زياره كل اسبوع. لكن احقاق الحقيقه لما اتنقل سجن ترى سمحوا لنا بزياره استثنائيه جدا يوم الجمعه اللي هو يوم ما فيهوش زيارات اصلا. مع هذا اداره السجن سمحت ان مراته واخواته البنات يزوروا. وزرناها في اجازه العيد زياره استثنائيه زينا زي كل المساجين ما تزاروا. فانا ما اقدرش اقول ان في اضطهاد مقصود واضح، لكن المعامله جوه يعني انا سمعت مثلا المساجين بينقلوا اي حاجه تحصل واي راي يقولوا اي كلمه يقولها علشان خايفين من اداره السجن. ده طبيعي ده طبيعي. يعني واحنا بنزور في زياره العيد مثلا عملوا فينا ايه؟ يعني احنا خدنا نفس المده اللي خدها كل مسجون بيزور، بس هو علشان يضمن انه ما تطلعش تدوينه فاستنى في الفاصل زي الاعلانات كده، خلى بعد ما تخلص الزياره اللي قبلين على طول وتفضل قاعه كبيره بتاخد لها بتاع 200 واحد بيزوروا، وفضوا القاعة خالص ودخلنا احنا نزور علاء، فبقى طقم المباحث بتاع السجن كله محاوطنا من كل الجهات. ما تقدروش تاخدوا منه تدوينة على المقال. فأنا مش هعتبر دي إنها تجدير. يعني هعتبر ده إنه ناس حريصة على على مكانها حقها تعمل اللي جراك عايز تعمل. ربنا يطلعه بالسلامة وإن شاء الله يخرج ونفرح بابنه. وحضرتك تفرح وتبقى جده في وجود علاء ان شاء الله باذن الله. وبنشكر حضرتك جدا استاذ احمد، وربنا يصلح الحال. الله شكرا جدا.